مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. هذه حالة إنسانية مستعجلة ديال استعجالية ديال حالة أم اللي كتعاني من مرض السرطان في الثدي. خمج ليها هذا الثدي، هذا اللي ديال الليمن، هذيك الليمن، ودابا الثانية حتى هي بدات كتقاس. فحقيقة الوضع اللي وصلت ليه ديال الحال ديال السيدة هذا هو صعيب، وصعيب بزاف. وكتناشد المحسنين باش يدخلوا في القضية ديالها. صافي غتغتر تغتر على غتر. انا طبعا ما قدرتش نشوفها، ولكن حاولت انني نعطي فكرة بسيطة وبسرعة على الحالة او الوضع اللي فيه السيدة هذا، والوضع مقلق. فحقيقة كنتمنوا من المحسنين، من ذوي القلوب الرحيمة، انهم يدخلوا في القضية ديال هاد السيدة هذه اللي كتقول ذنبها هو انها كتعالج في المستشفيات العمومية، ومشات فاش كان الفيروس او فاش كان هاد السرطان هذا في الايام الاولى ديالو، مشات وقالت لها واحد الممرضة ما فيك والو، هي راه فيها السرطان، حتى كدوز سنة وكترجع وكيقول لها الطبيب باللي كما كنقولوا انتشر فيك هاد السرطان. اذا خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. لالا عاودي لنا شنو المشكل ديالك، عاودي لنا المشكل ديالك مع هذا المرض. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. انتم كتشوفوا الحاله ديالي كبيره، من 2018 مشيت كندوز، درت تحاليل ودرت كل شيء. منين وصلت لواحد الحاله مشيت لعند الطبيبه، قالت لي عيب ديري ما عندك شيء، عندك شيء السرطان. بقيت بحال هكا كنعالي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى كبر فيا هادشي. انا ما في حالي شاي، وما نمشي في الاستطاعه ديالي. الله يجازيكم بخير، انتم كتشوفوا الحاله ديالي. طبعا الحاله ديالك صعيبه اللي ما قدرناش نشوفوها، فحاولنا ان نديرو نحاولوا ان نقربوا المحسنين ليك. واخا غير بثواني هنا شفنا ان ما تبطيهاش كامله. لا يعني لا غير صافي بركه بركه، يعني كنشوفوا ان المرض بدا كينتشر لك، وانتشر اللي انتشر لي حتى في البزوله الاخرى. وهاد الحاله هذه كطالب انا لا لقيت شي محسن ولا شي محسنه، الله يجازيكم بخير، اللي يتكلف لي بهذا المرض ديالي. انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير صحتي. حتى انا راه ولادي محتاجين بيا، واحد البنت عندي حتى هي هجاله بوليداتها وجالسه معايا. دابا هذا هو المشكل، الكراء كيجر الضو والماء، وانا غير كاريه، ورا جات الاخت وجات اللي سميتو، شافت كل شيء بعينيها. هادي السرطان عندك في هاد التدي هذا غير شويه صافي، بيني راه لتحت عندك ضايعه بزاف، وعندك حتى صافي 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 صافي. عاوتاني حتى هي انتشر ليا فيها، انتشرك حتى في البزوله الاخرى، حتى من داك الشيء اللي تعطيوه ليا، واحد كيديروا ليا واحد كيعطوني باش كنشريه، وانا ماشي في حالي باش غادي نشري. انا ديك في كل حصه كنمشي نشري، كل حصه كنمشي نشري، وكلشي كيطالب لي الفلوس، تيقولوا لي خاصك تشري الدواء، الدواء من عندي، كلشي من عندي. تيقولوا لي لا سلمه ما كاينش شي، داكشي كلشي غير بيدعه وصلت عندي. الله يجازيكم بخير، وشوفوا من حالي وشوفوا هادو التحاليل اللي كديري. هادو التحاليل غير المحسنين هما مساكين هما اللي داروهم ليا عند واحد، تيقولوا لي شحال ما كيهمش شنو كيقول له، شحال شحال صيبوا لك هاد صبتهم صابوهم ليا ب 80000 ريال محسنين، المحسنين وديال القلب عاوتاني حتى هو ب 20000 ريال. وفي كل تحليله اللي كنديرها كنديرها بديك 4000 ل 5000 6000، انا حيت ما عنديش شيء ماشي في الاستطاعه ديالي، هما اللي مساكين مكلفين بيا. هاد يعني اليد اللي كتعطي كتعيا واللي كتشد ما كتعياش، هاد الناس اللي عاونوك في هاد الشيء طبعا عياو. هما مساكين حتى هما عندهم واحد الحاله اللي كثر من الحاله ديالي، فوق ما نمشي لعندهم تيقول لك اودي راه عندنا واحد الحاله اكثر منك. صافي انا بقايا دابا يا نهار الخميس عندي باش غادي نمشي ندير واحد التحليله، التحليله ديال سميتو ديال فقر الدم، ووحده ديال المناعه، وحده ديال المناعه، وغادي نشري الشيمي، وانا ما عنديش ما عندي شيء. هذا هذه البزوله ديالك يعني بدا خماجت لك، وهذا طلع لك الفوق، هذا يعني المرض وصلت لتما، ولا لي حتى في الظهر دابا يا غادي لي حتى في الظهر ديالي. الله يجازيكم بخير المحسنين، شي اخوات شي اخوان، الله يجازيكم بخير، كتشوفوا الحاله ديالي، ما تخلاوش عليا، الله ما يتخلاش عليكم. راني مسكينه وما عنديش، لم كتب لي ربي شي حاجه باش غادي ندوزها مع ولادي، ولا
تنطلب الله هو اللي غادي يشوف من حالي. الله يجازيكم بخير. واخا عاودي لنا المراحل، قلتي انك مشيتي في الايام الاولى فاش حسيتي بالمرض، مشيتي للطبيب ودرتي التحليله ودرتي من 2018 وانا كان سميتو كان دادي في هذا المرض هذا. انا منين مشيت لعند الطبيبه وحتى لاخر لحظه التحليله ديال الدم، وقلت لها الدكتوره الله يجازيك بخير واش ما فيا شي المرض، قالت لي لا ما فيكش. هي قرات التحليله ديال الدم وقالت لك ما فيكش. هي قالت لي انت كان السيستم قلبات في السيستم، قالت لي راه ما فيكش. هي قلت انا يا راه منين دكتور، انا ما يمكن ليش باش غادي نكذبها. جيت صافي جلست ديك الساعه بقيت جالسه ما هدرت ما تكلمت، بقى داكشي كلشي كيعاد بقى تيكبر لي داك المرض داك الولسيس بدا تيكبر لي كي اليوم على غدا كي اليوم على غدا، حتى نقول انايا تنعس عاديه تناكل ما كاين حتى شي حاجه ما كنسخف ما والو، حتى لهاد اللحظه هادي حتى لهاد العام عاد طور فيا هادشي. اها من بعد وانت فاش مشيتي للطبيب؟ منين مشيت لعند الطبيب وداكشي، ومنين عاوتاني بقيت تنقول له ودي دكتور راه شنو داك اللي متبعه معاه، دكتور نظام في محمد الخامس قال لي واش انت جلستي شكون اللي قال لك اللي ما فيكش فيك المرض؟ قلت له ودي دكتور راه قالت لي دكتوره اللي دوزات لي نهار الاول، قال لي ما يمكنش انا اللي كنقول لك ماشي هي اللي كتقول لك، ما يمكنش انت فيك هذا المرض هذا. قلت له دابا الله يجازيك بخير، قال لي انا ما عندي ما غادي ندير. طبعا انت خفتي عليها ما بغيتيش تقولي انا ما بغيتش نقول لها، زعما كنقول نخرج لها على خدمتها ولا هذا، هو بقات فيا انا ما شفتش الحاله اللي انا دابا هي اللي مريضه، يعني ما شفتيش الوضع اللي وصلت ليه وفكرتي وصلت له ما لقيت له جهد. انا كنشوف تنشوف جنابي وكنتقطع وكان غير عندي ما كان حتى شي مشكل الدنيا هاني، وانا ما عنديش عندي الله وستر سيدي ربي، وانا يا حجر الله في حجركم والله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم والله اللي غادي يخلصكم، انا ما عندي باش غادي نخلصكم